كما أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد النبوي الشريف وسط أجواء روحانية وإيمانية، حيث أما المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا. عباد الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا اليوم أفضل أيام العام، هذا أكبر العيدين وأجلهما، هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الشعائر العظيمة، هذا يوم إعلان التوحيد والتجريد، هذا يوم إخلاص العبيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا يوم مبارك جعل الله يوم عرفة قبله توطئةً له وتقدمةً بين يديه، يقف فيه الحجيج بعرفاتٍ منيبين إلى ربهم مسلمين، داعين مخلصين له الدين، ملبين مكبرين، خاشعين خاضعين، فيتجلى لهم الله سبحانه ويدنو منهم ويباهي بهم ملائكته ويكرمهم بالرحمة والغفران، ويعتق كثيرًا من عباده من النيران. يوم النحر هذا يوم عظيم يجتمع فيه من الشعائر المحبوبة إلى الله ما لا يجتمع في غيره،